أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة هذا المساء. وملفان لهذه الليلة هما الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية الإيرانية في قطر، تقارير دولية تفيد بإجراء مباحثات مكثفة برعاية أمريكية في الإقليم جمعت إحداها رئيسي الأركان الإسرائيلي والسعودي، ما علاقة هذا بذاك؟ قادة مجموعة السبع يعلنون حظر الذهب الروسي بالتزامن مع غارة روسية على كييف، ما فرص نجاح الجهود الغربية إزاء روسيا؟ أم أن التضخم وأزمة أسعار الطاقة والغذاء العالميتين ستصعب مهمتهم؟ بعد توقفها لثلاثة أشهر المفاوضات النووية الإيرانية ستستأنف، هذا ما خلص إليه الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالهيان ومسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن قطر ستحتضن الجولة القادمة من المفاوضات. هذا النبأ لم تستقبله إسرائيل برحابة صدر التي عبرت عن قلقها كما جاء على لسان وزيري الخارجية والأمن يائير لافيد وبني جانس. هذا القلق يتوازن مع اجتماعات وحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة تشهدها المنطقة، من بينها كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال قمة أمنية جمعت رئيسي الأركان السعودي والإسرائيلي إلى جانب ممثلين أمنيين عن الإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر، وذلك برعاية أمريكية في شرم الشيخ. هذا إلى جانب قمة مزمعة غدا في المنامة تأتي استكمالا لأنشطة منتدى النقب الذي جمعت قمته الأولى مسؤولين من إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات في مارس آذار الماضي. اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات النووية قريبا، ولإحراز تقدم في العملية ستتم الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة أوروبية سريعا في قطر. تطورات تأتي لإخراج المفاوضات من الجمود وكسر الدينامية الحالية، دينامية التصعيد بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى. دول ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قادة جيوشهم اجتمعوا سرا قبل ثلاثة أشهر في منتجع شرم الشيخ المصري لمناقشة التهديدات الإيرانية. كما ستلتقي لجنة توجيه دول مؤتمر النقب إسرائيل الإمارات المغرب مصر والبحرين في عاصمة الأخيرة المنامة غدا، لقاء يأتي لمناقشة عدد من الملفات منها الأمن الإقليمي وتنسيق المواقف قبيل زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل. خبراء يقولون أن الجديد بمحادثات قطر عن محادثات فيينا تحديد مهلة، ما يعني أنه في حال لم تؤدي المحادثات إلى اتفاق فإنه سيعلن عن فشلها. آخرون يعتقدون أن هناك فرصا كبيرة للتوصل إلى اتفاق في قطر لأنه يصب في مصلحة الأطراف. على هذا الموضوع ينضم إلينا السيدة ليف صباغ خبير شؤون الشرق الأوسط والسيدة هبة القدسي مديرة صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، بالإضافة إلى دكتور أوري جولدبرغ خبير في الشأن الإيراني. أبدأ معك دكتور أوري، أنت سمعت نبأ استئناف المفاوضات النووية الإيرانية، برأيك كيف استقبلت إسرائيل هذا الخبر وسط الأنباء حول انقسام داخل إسرائيل حول تأييد أو معارضة الاتفاق النووي الإيراني؟ أنا خشاب أعتقد أن إسرائيل لم تتلقى هذه الأنباء بسرور. الرواية الرسمية الإسرائيلية هي أنه رغم الحكومة الحالية أن إسرائيل تعارض الاتفاق، نحن نسمع عن خلافات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، خلافات بين الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وبين جهاز الموساد، لكن هذه الخلافات ليست أساسية. فالاستخبارات العسكرية التي تؤيد الاتفاق تفعل ذلك لأنها أعتقد أن هذا يعطي إسرائيل الوقت للاستعداد لشن هجوم في إيران. الإمكانية أن تغير إسرائيل في إيران أو أن تقوم بخطوات فاعلة ضد إيران إثر الاتفاق، هذه فرضية ضئيلة. إسرائيل لن تقوم بذلك. أعتقد أن الاتفاق سيتم توقيعه في نهاية المطاف وإسرائيل ستضطر لابتلاعه. لحظة دكتور أوري، قبل أن أذهب إلى باقي الضيوف، أنت برأيك هذا هو السبب الرئيس الذي لا أجله الاستخبارات العسكرية في إسرائيل تؤيد التوصل للاتفاق للجهوزية من أجل ضربة؟
هذه هي التقديرات. المواقع الإسرائيلية تتحدث عن ذلك، أن الجسم الذي يؤيد العودة إلى الاتفاق هو الجيش واستخبارات الجيش، وتفسيره هو أن هذا الاتفاق يعطيه الوقت للاستعداد لضربة ضد إيران، بينما الموساد يعارض ذلك لأنه يعتقد أن إسرائيل أن إيران ستستغرق عامين قبل أن تضطر إسرائيل للقيام بضربة كهذه. سيد ريف، ما الذي دفع برأيك الجانبين هنا إلى إعلان استئناف المفاوضات؟ يعني السلطات الإيرانية كانت لديها مجموعة من المطالب بما يشمل إزالة الحرس الثوري مما تعرف بقائمة الإرهاب، هل من تنازل ما قدمه أحد الأطراف برأيك هنا؟ يعني أنا باعتقادي إذا نظرنا إلى نص الإعلان عن العودة إلى المفاوضات النووية الذي يقول بأنه الهدف من العودة هو إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي خرجت منه عام 2018 ورفع جميع أشكال الحظر التي رافقت هذا الانسحاب، وبالمقابل عودة إيران إلى التزاماتها كما كانت عليه بموجب اتفاق 2015. عمليا لا جديد، إما العودة إلى اتفاق 2015 وإما لا اتفاق، هذا الكلام قلناه من البداية. اليوم هناك ضغوط أوروبية واضحة بعد أوكرانيا وبعد أزمة النفط وأزمة القمح، وبالذات أزمة النفط والغاز، هناك ضغوط أوروبية واضحة للبحث عن بديل للغاز الروسي. إيران هي المصدر الرئيس لهذا البديل، إيران وقطر، لأن غاز الشرق الأوسط تتحدثون عن الغاز الإسرائيلي في الشرق المتوسط والآخره، هذا يعني نقطة في بحر. إسرائيل تنتج سنوياً 6 مليار متر مكعب، إيران تنتج يوميا مليار متر مكعب. يعني فقط إجابة على سؤالي قبل أن نتعمق في هذه التفاصيل وجميعها مهمة جدا، أن يبدو أن الطرف الآخر أي الغربي من يتفاوض مع إيران هو من تنازل، هذا ما أفهمه بدون أي شك. هو يحتاج إلى الغاز الإيراني، هو يحتاج إلى العلاقة مع إيران بكل وسيلة من الوسائل، وبالتالي كان هذا الاجتماع سيعقد في قطر لأن قطر لديها مصلحة أيضا في تصدير الغاز إلى أوروبا، وخاصة من الحقل المشترك بين قطر وإيران، هذا أكبر حقل غاز في العالم. إذن أوروبا تحتاج إلى ذلك، وأمريكا لا تستطيع بعد الآن أن تفرض على أوروبا كل شيء. أوروبا تعبت من الضغوط الأمريكية، من التبعية لأمريكا، بدأت الشعوب الأوروبية تتململ. طيب، وهذا يعني أنه إذا استمرت هذه الأزمة ستتغير الكثير. طيب سيدة هبة، استكمالا نفس النقطة، هذا ما يعطي الأهمية أو ما ينقل منبر المفاوضات إن صح التعبير لقطر، وهذا ما أكده مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية، إن قطر من سوف تحتضن الجولة القادمة. نعم، قطر لديها مصلحة في استضافة هذه المفاوضات من ناحية التعاون مع إيران إذا ما صارت المفاوضات نحو إحياء الاتفاق وبالتالي فتح الأسواق للنفط والغاز الإيراني، لأن من مصلحة قطر التعاون واستغلال الأنابيب التي تمد بها إيران الغاز الإيراني، وإلا سيكون المقابل لدى قطر هو تسييل الغاز ونقله عبر السفن وهذه تكلفة عالية. فبالفعل لدى قطر بعض المصلحة، إضافة إلى يعني الجانب السياسي في الظهور بمظهر يعني دولة مستضيفة ولها دور رئيسي على الساحة الدولية في استضافة هذه المفاوضات، وإذا ما تم النجاح لهذه المفاوضات فسنتظر
ستظهر يعني ستأخذ بعض الدعاية أو البروباغندا السياسية على الساحة الدولية. لكن أسباب الدخول أو تصارع الخطى في استئناف هذه المفاوضات يرجع لأسباب كثيرة. أولها هو هذا القلق الأوروبي الأمريكي من تصارع الخطط الإيرانية، خاصة بعد قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية والذي تبعه إغلاق الكاميرات داخل إيران، وبالتالي ليس هناك عين تراقب هذا البرنامج النووي، وبالتالي هذه المفاوضات تستهدف إعادة المراقبة مرة ثانية. العامل الأهم هو هذا القلق الأوروبي من المعروض من الغاز والنفط، خاصة في ظل العقوبات الروسية، وبالتالي هناك رغبة وشهية كبيرة وقلق لدى الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة أن يتم التوصل إلى اتفاق حتى يتسنى لإيران ضخ النفط والغاز الإيراني في الأسواق، بالإضافة إلى ما سيتم الاتفاق عليه في أوبك بلس، منظمة أوبك وأوبك بلس، مما يعني تهدئة هذه المخاوف الأوروبية مع قدوم الشتاء. صحيح. هذه العوامل هي التي دفعت بجوزيف بوريل إلى هذا الاتفاق، رغم أنه لا توجد أي مبادرات جديدة. طيب. نعم دكتور أوري، أعود لك، وقبل أن أذهب معك إلى مسألة الطاقة والنفط العالمية، ما يثير فضولي وفضول الكثيرين هو هذه القمم التي نسمع عنها كثيرا، سواء القمة التي عقدت قبل 3 أشهر وفق تقارير دولية وجمعت إسرائيل بممثلين أمنيين من دول عربية، أو المنتدى الذي سوف ينعقد غدا في المنامة، أو زيارة يائير لبيد وزير الخارجية إلى تركيا، وكلها ربما ليست مصادفة أن تأتي مع الأخبار المتلاحقة حول إيران. ما رابط هذا بذاك؟ علي أن أقول أن كل هذه التحركات بما في ذلك بدءا من قمة النقب وحتى زيارة وزير خارجية لبيد إلى تركيا لا يحدث فيها الكثير. علينا أن نذكر أن وزير الخارجية الإيراني عبد الهيان كان من المفترض أن يزور في تركيا، لذلك جهود إسرائيل حول اتفاقيات إبراهيم بخلق ائتلاف، بخلق تحالف عسكري، حتى الآن هي جهود تدور في حلقة مفرغة. العالم يبدو أنه معني باتفاق نووي مع إيران، ومن المهم أن نشير إلى أن إيران معنية باتفاق نووي لأنه لا بديل للنظام في إيران عن الاتفاق النووي، وهكذا يتصرف النظام. الإعلام الإسرائيلي يعرض التحركات الإيرانية وكأنها حركات تسعى للحصول إلى القنبلة النووية. إسرائيل تتحدث عن وصول إيران القنبلة النووية منذ عقود. إيران تتخذ قرارات عقلانية، والنظام الحالي في إيران الذي نسبت إليه المحافظة والتطرف لديه مصلحة وجودية في الوصول إلى اتفاق نووي إذا ما كان يرغب بتثبيت الاقتصاد الإيراني. لكن الموضوع دكتور لا يتوقف عند البرنامج النووي الإيراني، يعني هذه الاجتماعات وفق الأنباء المتلاحقة تتمحور أيضا حول البرامج الصاروخية الإيرانية وكذلك المسيرات، وهو ما يقود مضجع دول المنطقة ربما أكثر من أي شيء آخر. دكتور أوري أسأل لك. القضية الإقليمية والأمور الأخرى المتعلقة بهذا الاتفاق غير مطروحة على الطاولة. بالمناسبة لإسرائيل حصة بأن هذه الأمور غير موجودة، لأن إسرائيل هي التي ضخمت بشكل غير مقبول كل قضية النووي الإيراني. إسرائيل استخدمت هذا الملف لتدعيم رواية نتنياهو الذي جعل من إيران تهديدا وجودي. إسرائيل هي التي وضعت التهديد النووي الإيراني وكأنه التهديد الأكبر. لا شك أنه في أوساط الخبراء في إسرائيل وفي العالم أنه إذا ما كانت إيران تشكل مشكلة فهي بسبب القضايا التي ذكرتها، الصواريخ، نشاطها الإقليمي، ولكن هذه الأمور غير مطروحة، وإسرائيل يمكن أن تتهم نفسها فقط بهذه الأمور. سيد ريف، هل توافق دكتور أوري؟ يعني يكاد المرء لا يصدق أن كل هذه الاجتماعات والجهود تدور في حلقة مفرغة، ونحن نسمع الكثير من الأنباء حول هذا الحلف الإقليمي وحول إنشاء منظومة دفاع جوي مشترك وما إلى ذلك، وكله في مواجهة إيران.
يا ريت حقيقة حدا براجع مقابلاتنا قبل سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات في نفس الموضوع، وأنا قلت يمكن عشرات المرات إنه النووي هو ليس القضية، هو العنوان، هو العنوان الذي يمكن تجنيد العالم وتجنيد الجمهور الإسرائيلي وإخافة العالم من المشروع النووي الإيراني وإلى آخره. حقيقة الأمر الموضوع ليس النووي، وليس النووي هو المخيف لا لإسرائيل ولا للدول العربية. أثبتت الوقائع بالدليل والدلائل القاطعة بأنه العودة إلى الاتفاق النووي لا تحل أي قضية من القضايا الأخرى، والصراع سيبقى قائما. المشكلة الأساسية أن العودة إلى الاتفاق النووي سيعيد أكثر من 100 مليار دولار محتجز في الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة إلى إيران، وهذا ربما يخيف دول المنطقة ويدوها للتحالف والتكاتف. هذا يعني أن إيران سوف تتطور علميا تكنولوجيا اقتصاديا وإلى آخره، ولكن اكتشف الجميع أن إيران اليوم تخطت العقبات الاقتصادية الأساسية. قلت أن إيران تنتج يوميا 1,000 مليار متر مكعب من الغاز، تصور هذا الحجم وهذه المبالغ. هي تصدر للصين، تصدر للعديد من الدول دون أي اعتبار للعقوبات الأمريكية أو الحظر الأمريكي. إيران على أهبة يعني أو عشية افتتاح خطوط سكك حديدية مع كازاخستان ومع تركيا، والعودة إلى خط إلى ما يسمى طريق الحرير التاريخي. هذا فقط السكك الحديدية أو ترانزيت السككي بسموها. سيد الريف، عذر المقاطعة، فقط النقطة التي أحاول أن أصل إليها. يوفر مليون فرصة عمل للإيرانيين. جميل. ولأن إيران على أعتاب التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي بسبب كل هذه المشاريع التي تذكرها، هناك مشاريع أخرى مقابلة كما يبدو تحاك من أجل التصدي لهذا النمو الإيراني، كان أمنيا أو اقتصاديا. صحيح، اجتماع شرم الشيخ كان اجتماع سري، يعني كشف مؤخرا عن مضمونه، وكان بهدف المشاركة العربية الإسرائيلية من أجل التصدي لهذا ما يسمى بالخطر الإيراني، وبالذات لموضوع المسيرات وليس فقط الصواريخ، لأنه أثبتت التجربة أنه لا إسرائيل ولا أمريكا ولا السعودية ولا حدا قادر يتصدى للمسيرات الإيرانية، وهي قادرة أن تصل إلى كل مكان تريد دون أن يتصدى لها أحد، لأنها دمجت ما بين التكنولوجيا الغربية والتكنولوجيا الإيرانية، واستطاعت أن يعني تنتج تكنولوجيا جديدة قادرة أن تخترق الأقمار الصناعية. هنا كل ما يجري في الوقت الحاضر هو محاولات يعني وضع إيران بعبع من أجل الوصول إلى التطبيع العربي الإسرائيلي. طيب اسمح لي، أنا سأعود لك سيد أبيك. لا يمكن الوصول لهذا التطبيع. سيدة هبة، برأيك إلى أي مدى يوجد هنا تنسيق أو شرخ بين الأوروبيين والأمريكيين؟ لأن الأوروبي وكما تفضلت قبل قليل يبدو أنه عازم العقد على التوصل إلى الاتفاق النووي بسبب أيضا أزمة الطاقة، بينما الأمريكي لديه مصادر طاقة خاصة به داخل الولايات المتحدة، وأيضا هو مصمم على ما يبدو أنه هذا الحلف الإقليمي بين العرب وإسرائيل برعاية أمريكية. نعم، جزء من النقاشات التي تجري حاليا في ألمانيا في اجتماعات مجموعة السبع تتعلق أيضا بإيران وما يتعلق بإعادة إحياء هذا الاتفاق. لكن دعنا نحدد أولا ألا نغفل هذه الحقيقة، التوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق لا يعني أننا سننام هانئي البال
وسنقتنع بأن إيران لن تقدم على أي زعزعة للاستقرار، بل سيظل التوتر هو سيد الموقف في المنطقة. التوصل إلى اتفاق سلام لا يعني تحقيق السلام، وبالتالي في أفضل الأجواء وفي أفضل السيناريوهات المتفائلة إذا تم التوصل إلى إحياء هذا الاتفاق النووي سيكون هناك مساحة للراحة لجميع الأطراف، للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية للحصول على مصادر طاقة ومصادر نفط وغاز طبيعي من دول أوبك من جانب، من دول أوبك بلس من جانب، من إيران من جانب، من قطر من جانب، وبالتالي هذا هو الهدف الرئيسي. لكن هذا سيعطي أيضا مساحة للوقت، لن ينهي المخاطر القادمة من البرنامج النووي الإيراني، ولن ينهي المخاطر القادمة من برنامج الصواريخ الباليستية التي يمكنها تحميل رأس نووي، وبالتالي سيعطي بعض الراحة لإسرائيل وفقا لتصريحات القادة الإسرائيليين للاستعداد إلى ما يمكن أن يكون ردا إذا ما انتهكت إيران هذه الاتفاقات إن تمت، فيما يتعلق سواء بالبرنامج النووي أو البرنامج الصواريخ الباليستية. من جانب آخر، هذه الزيارات المتعددة والمتنوعة سواء على مستوى مصر والأردن والبحرين، سواء على مستوى السعودية والدول الخليجية وفي شرم الشيخ، كل هذه الإجراءات حتى زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة هو في النهاية يعزز هذا يعني التعاون بما يحقق مصلحة كل دولة في حماية أراضيها وحماية موانيها. لدى الولايات المتحدة أيضا هي المسألة ليست تدفق النفط الإيراني، لأن الولايات المتحدة المنتج الأول للنفط والمنتج الأول للطاقة والغاز الطبيعي، وبالتالي هي لا تستورد وإنما تعني طمأنة الأوروبيين. لكن ما يعني الولايات المتحدة هو الحفاظ على الاستقرار بالنسبة للملاحة الدولية، تهدئة هذه الاستفزازات المتبادلة بين طهران وتل أبيب من جانب، وأيضا إحكام القبضة إلى حد ما في مراقبة دولية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواقع الإيرانية. إذا ما حدث أي انتهاك أو اختراق أو تقدم بشكل كبير يتنافى مع هذا الاتفاق، فإنها ستغض البصر عن أي محاولات إسرائيلية يعني إعاقة هذا البرنامج عمليات اغتيالات كما شهدنا في الماضي. وبالتالي تملك الولايات المتحدة والدول الغربية بعض أوراق اللعب للضغط على إيران من جانب، ومن جانب آخر هي تملك الوقت. أفهمك أنه ربما هناك مساران تتخذ هذه الدول، المسار الدبلوماسي، وأيضا هناك مسار آخر احتياطي أو خطة باء إن صح التعبير لمواجهة التحديات الإيرانية. دكتور أوري، تحدثت عن نتنياهو قبل قليل وكيف أنه ضخم من المسألة الإيرانية، لكن الآن لدينا رئيس وزراء جديد قادم سيكون انتقالي، هو يائير لابيد. برأيك هل سيشكل هذا فارقا في قادم الأيام؟ البعض في إسرائيل تخوف وربما تحسب لما سوف تكون للابيد من مواقف إزاء إيران. للأسف أولئك الذين ذكرتهم القضايا الوحيدة التي تسير بها الحكومة الحالية في خطى على خطى نتنياهو هو الملف الإيراني. هناك إجماع في كل المستوى السياسي الإسرائيلي أن إيران هي عدو وتهديد وجودي يجب مقاومتها ويجب العمل ضده. أنا لا أعرف إن كان يائير لابيد كرئيس وزراء سيستمر في هذا الخط الهجومي لنفتالي بنت، خط الاغتيالات والعمليات، ولكن أعتقد أنه لكي يبدو كشخص مسؤول يحق له أن يكون رئيسا للوزراء سيستمر في الخطاب العدائي تجاه إيران. مصدر الأمل يمكن أن يكون أن يائير لابيد يعرف
كيف يميز بين الخطاب وبين الجانب العملي؟ إذا ما اقترح الرئيس بايدن على لابيد خطوات حقيقية للتطبيع مع السعودية مثلا وقمة مشتركة إسرائيلية سعودية، وهذا أمر مهم، ربما هذا سيعطي لابيد المخزون السياسي الذي هو بحاجة إليه ليهدئ الأمور فيما يتعلق بإيران. إسرائيل صعدت بشكل ملحوظ معركتها ضد إيران، هذا مهم أنه كانت هناك عملية مستمرة في إسطنبول الخلية التي حاولت أن تخطف إسرائيليون، لكن هذا جاء ردا لما يقارب 7 أو 8 اغتيالات إسرائيلية ضد إيرانيين على أراضي إيران. إسرائيل تريد تهدئة هذا التصعيد، وأمل أن زيارة بايدن ستعطي إير لابيد الفرصة للقيام بذلك. نعم، كان بودي أن أسأل المزيد من الأسئلة حول نفس هذا الملف، لكن انتهى الوقت للأسف. دكتور أوري كولدبرغ خبير في الشأن الإيراني، وسيد أليف صباغ خبير في شؤون الشرق الأوسط، ومن واشنطن السيدة هبة القدسي مديرة صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن. شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدينا، تفضلوا بالبقاء معنا لمتابعة القسم الثاني من نشرة هذا المساء بعد قليل.